بقول لك ايه؟ اه معلم. عايزك تبلغ كل الرجال انهم معزومين عندي، هم وستاتهم وعيالهم في فيلتي الجديده يوم الجمعه الجايه. هدومهم حرامه. ابلغهم كلهم. بس يعني لو واحد عازب زي حياتي مش برضه من حقه ياخد شويه اكل وهو مروح؟ اتفضل يا معلم. اهلا يا نعيمه. ميه ايه؟ امال البدور فين؟ ربنا انا لو حصل لعقلي خلل هيكون بسببك انت ومراتك. ليه حصل ايه؟ بالنهار في المينا قالت لي عدى عليها العصريه عشان عاوزاك في كلمه سر، ولما جيت قالت لي والنبي يا سي ابراهيم خلي معاك الضابط مرسي، ولما يجي جابر قول له حصلني مطرح الشمس ما بتطش. وايه اللي خلاك سمعت كلامها؟ بقول لك قالت لي والنبي يا سي ابراهيم يا سي بالفم المليان، وانت عارفني بضعف قد ايه لما حد بيحترمني. امال فين بقى حضره الضابط مرسي؟ وكلته قعدت لاعب فيه لغايه ما نام، لغايه ما كان هينيمني انا كمان. طب اسمع بقى يا سي ابراهيم، خلي بالك من حضره الضابط لحد ما ارجع لك. وانت رايح فين؟ مطرح الشمس ما بتطش. الذمه مش غريبه ان المعلم القوسي يعمل العزومه الكبيره دي للرجاله وهو بخيل زي ما انت عارف؟ ايه الغريب اللي فيها؟ والراجل قالك بمناسبه سكنه في فيلا جديده. الحاجه الغريبه اللي تنقل العقل صحيح الامل اللي نزلت عليه في الكام سنه الاخيره دول. جرايه يا ست بدور، هو الراجل عازبكوا عشان تاكلوا ولا عشان تقروا عليه؟ وبعدين انا مش فاهم قصدك ايه بالظبط. جرايه ابراهيم، هو انت غريب هشرح لك؟ العربيه بعد ما كانت فيا ماركه زقاني ودفعني بقت مرسيدس يا اخويا، ماركه تركبني ودلعني. والسكن بعد ما كان اسطر يا ستار بقى سرايا، العقل فيها يحتار. ايه ده؟ اول مره اسمع بدور بتردح بالشارع. الصنف المره دي كان اكسرة لدرجه انه انشال كله مره واحده. يا سلام يا عوص، يا سلام. الضمير مطلوب حتى في تجارة المخدرات يا وصي. أنا طول عمري لا أحب لا الغش ولا الغشاشين،
ثم يلزم بها جماهير الشعب الكادحة القاعدة العريضة تحشش حشيش مغشوش. حلاوتك حلاوتك يا سالم بيه، هو ده الضمير الهبه بحقه حقيقي. من اذن يا بهوات اجدعها دكتور وصل. اتفضل يا دكتور نزيه. مساء الخير. اهلا اهلا يا دكتور نزيه، اخرت ليه يا اخويا؟ اعمل ايه في الشغل يا سيدي؟ تصوروا وانا مخلص النبطشيه وجاي على هنا جالي واحد عيان حالته وحشه قوي، قعدت اكشف عليه حبه واخيرا اكتشفت ان انا هتاخر على الحفله، سبته للقضاء والقدر. يا سلام يا سلام، مؤمن مؤمن قوي الدكتور نزيه. بتاع ربنا اللي امه داعيه عليه يروح للدكتور نزيه. طب روح شوف لي كرسي يا بلسان طويل. الكرسي يا حبيبي ومامتي كمان. بصراحة نوعية العيانين اللي في المستشفى دي نوعية مقرفة قوي، محل فشل لض. كان غرضي برضه يا سالم بيه تكلم لنا حد من اللي فوق يشوف لنا مستشفى من اللي برضه فوق عشان نقبل فوق. من عينيا يا نزيه، أنا أول ما هشوف وزير الصحة أنا هكلمه. ويا ريت تفتكرنا أنا كمان يا سالم بيه. هفتكرك بيه يا أوس. الله، انت مش كنت وعدت لي بمنصب سياسي ولا هترجع تقول لي بقى ما انتش متعلم يا معلم؟ لا لا لا، طابل قوي يا عوسي، قريب قوي انا حافظ. ولعلمك الخاص انا في الاتحاد الاشتراكي يهمنا اهل الثقه مش اهل العلم والخبره. وفي ثقه اكتر من دي بينا. انت قلتها وعندك حق يا عوسي. انما انت جايب رجاله المينا كلهم بعيالهم بستاتهم بره ليه؟ اوامر سالم بيه يا سيدي، قال ايه عايزني اكتسب شعبيه. دلوقتي احنا نسيب الويسكي ونطلع نشرب شاي مع القاعده الشعبيه العريضه للجماهير الكادحه. شايف السياسه بتتلون ازاي يا معلم؟ ادينا بنتعلم يا دكتور. ها يلا بينا الى القاعده الشعبيه العريضه. لا القاعدة دي أحلى من القاعدة الشعبية العريضة يا جماهير القداحة. بلانا والشيفة أحلى بدور. يا سلام، ده الحب والدلع ده كله بتوكلها فوقها. دي مراتي أنا وأم حضرة الضابط مرسي. يا أختي، طب أنت غيران ليه؟ لا الله، تعلقت بجد يا سالم بيه. البنت حلوة قوي يا قوس، طعم تاني، لو لون تاني غير اللي بنعرفهم خالص. الله، ترى يا جماعة دي بنت غلبانة ملهاش حد. أنا مستعد أتبناها يا قوس، وهو كله بثوابه. قلت لك قبل كده متجوزه جابر سواق الونش. انا قلت لك اتجوزها، انا قلت لك اتبناها واتبنى الونش. طب ودي تترتب ازاي؟ تترتب يا اوسي زي ما انا برتب لك المركز السياسي، تركب لي انت المركز العاطفي. خلاص ولا يهمك يا سالم بيه، كله يترتب. هو مرسي فين؟ مش هنمشي بقى يا جابر؟ بيلعب هناك اهو، يلا نمشي. طب يا معلم جاي يمكن يدينا فلوس ولا معهوش شتا. الله يجازيك. مبسوطين يا ولاد؟ اخر انبساط يا معلم. دايما عامر يا معلم. عامر بيكم، احنا لينا بركه لرجالتنا. الله يبارك فيك يا معلم. يعني بعد اذن حضرتك يعني عايزين نستاذن احنا. اصل مرسي بيه عامل قلق هناك. مرسي بيه؟ مرسي بيه مين؟ مرسي ابن جابر. ما هو من يوم ما اتولد واحنا مسمينه حظابط مرسي بيه. بقول ايه يا جابر؟ نعم يا معلم. انا عايزك بكره تنزل مصر توصل لي مبلغ لجماعه قرايبي. انت عارف الدنيا وحشه والفلوس فيها طمع،
وانت اخويا وحبيبي اللي بقيت منك. رقبت يا معلم، وهي فرصه اخد بدور ومرس بيه ازورهم المشايخ والاوليه. لا مش كده، دي مهمه شغل. انت هتنزل بالعربيه ومعاك السواق تخلص وترجع على طول، انما بقى فسحه بدور ومرس بيه وفسحتك انت كمان بعد كده اسبوع في مصر على حسابي. ها مبسوطه حلوه؟ ربنا يخليك يا معلم. طب وانا يا معلم؟ هو انت حاشر نفسك في كل حاجه؟ والله ما انا مساعد بتاع جابر في الويلش والدادة بتاع مرسي بيه في البيت. خلاص يا سيدي، عشان خاطر مرسي بيه تبقى تروح معاهم. الله يبارك فيك يا معلم. خلاص يا جابر، وضب نفسك عشان تسافر بكره. حاضر. انا بروق يا ست بتور. ايه في ايه يا بروق؟ المعلم القوسي قال اندهلك بسرعه، يظهر في حاجه بخصوص وصه جابر. حاجه ايه؟ جابر جراله حاجه؟ ما قاليش، انما خير بسيطه ان شاء الله. انت في حاجه مخبيها عليا؟ بسرعه ست بدور. طب استنى اجيب مرسي واجي معاك حاجه. يلا يلا اشرب يا جميل. انت اللي جميل. جميل الجمال. كله تمام يا معلمة، العصفور دخل العيش. براوة عليك أنا بروة. من غير مؤاخذة، إيدك على الاتفاق. عشرة جنيه عشانك يا هلا. تشكر، تشكر يا سيدي المعلمين. بالشرفي، أنت أجدع معلم يا معلم. معلم معلم. الله 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 الله. جابر ماله يا معلم؟ جابر بخير الحمد لله، قدر ولطف. يعني ايه جابر جرى له حاجه؟ حادثه بسيطه. ايوه حادثه. حادثه بسيطه بسيطه. هو الدكتور قال ان هو يجب انه يستريح يومين ما يتحركش. وهو في اي مستشفى دلوقتي؟ مستشفى ايه كفالة الشهر ده، مستريح فوق في اوضه الضيوف. احنا ما كناش عايزين نخدك، انما هو صمم بقى عايز يشوفك. وديني ليه ابوس ايدك يا معلم. قوي قوي، اتفضلي ورايا. بقولي خلي الواد معايا عشان ما يخنكيش. ربنا يخليك يا معلم. تعالى يا حبيبي. شفتي ضحكنا عليك ازاي؟ ايه الحكايه؟ جابر بخير، هو لسه في السفر مش راجع بكره الصبح. وما بعتولي ليه؟ عايزين مني ايه؟ نتسلى شويه. قعدت حظه في برفشه، ده انا هخليكي تلعبي بالفلوس ده. ولا مال الدنيا كله يخليني اعمل حاجه تغضب ربنا يا كفره. لا تعالي تعالي، ما تخافيش تعالي. بقول لك ايه؟ انا واقف بره والسكينه في ايدي اليمين وابنك في ايدي الشمال. لو سالم بيه خرج زعلان هخلص على ابنك وعليكي، انما لو خرج مبسوط هترجعي بيتك معززه مكرمه، ولا من شاف ولا من ديري. فامانه يا حلوه. يا كلاب يا كلاب حرام عليك. تعال تعال. بقالنا ثلاث